ملعقة كبيرة زيت زيتون، نصف كوب بصل مفروم ناعم، مئة وعشرون جرام لحم فيليه مقطع وسط، ربع ملعقة صغيرة قرفة، ربع ملعقة صغيرة بهار حلو، ملعقتان صغيرتان ملح. يغطى القدر وتخفف النار ويترك حوالي 7 دقائق. 300 جرام لوبيا خضراء مسطحة بادرية. ربع كوب ماء. تغطى وتترك على النار 15 دقيقة تقريبا حتى تجف الماء. ملعقة كبيرة دقيق. كوب وربع ماء. ملعقتان كبيرتان عصير حامض. تغطى وتترك 10 دقائق.